واقفين مع بعض عند زي شخص البكتيريا هي لاكتوز فيرمنتر. واقفين مع بعض عند الدياجنوستس. عندنا مع بعض لو حد خد باله كل البكتيريا اللي هي لاكتوز فيرمنتر اللي عايشه في الكولون ممكن هذه البكتيريا تروح على الريسترا. عندنا مع بعض بقى البكتيريا اللي هي لاكتوز فيرمنتر اللي عايشه في الكولون. عندنا مع بعض بقى البكتيريا اللي لاكتوز فيرمنتر اللي عايشه في الكولون ممكن تروح اليوريسترا. قلنا مع بعض عدد النيل عندنا في بلدنا احنا بنسميها نفسيا اللي هو موضوع شطاف. موضوع شطاف ده ممكن ينقلك البكتيريا من الكولون لليوريسترا. ده كومن في الفيميل وبيعمل دايما يوريا تراكت انفكشن. لو واحد جاله يوريا تراكت انفكشن بهذه البكتيريا ازاي اشخص البكتيريا المسببه لليوريا تراكت انفكشن؟ الناس يا جماعه مش فاهمه الدياجنوست ركز معايا لحظه. واحد عنده حرقان في البول. واحد عنده حرقان في البول. ده اشهر حاجه الواحد بيشتكي منها. يا جماعه انا قلنا ما حدش يدخل خلاص. في كرسي قدامي ما عادش داخل حد. ماشي في كرسي قدامي معاك. واحد يا جماعه عنده حرقان في البول يا ترى ايه السم اللي تاخدها منه؟ يورين. يبقى السم عباره عن يورين. السم عباره عن يورين. الاول كده. ما حدش بيحفظ سامبل، انت اللي بتألفها. يعني واحد بيكوح يبقى السامبل عباره عن ايه؟ سبيوتر. لو واحد بيكوح السامبل عباره عن سبيوتر. لو واحد يا جماعه عنده مننجايت السامبل عباره عن ايه؟ سير سير. لا يا جماعه اللي عند الباب ممكن يقفل خلاص. خلاص انا قلت خلاص مفيش حد يدخل خلاص. لا صح بس في 11 ونص 11 ونص وانا ما اعرفش اتكلم تاني. نقفل الباب نقفل الباب يا ريت نقفل الباب نقفل الباب يا ريت. عندنا مع بعض يا جماعه السامبل عباره عن يورين. السامبل عندنا عباره عن يورين. واحد عنده حرقان في البول السامبل عباره عن يورين. احنا يا جماعه بتوع مايكروبيولوجي يعني لازم ادور على الميكروب. معنى مايكروبيولوجي بدور على الميكروب. بتوع الاشعه بيعملوا اشعه. ماشي؟ احنا بندور على الميكروبات. يعني لما بتاخد سامبل يورين لازم تدور فيها على الميكروب. ازاي ادور على الميكروب؟ اول طريقه عندنا الناس الجداد بنعمل حاجه اسمها فيلم. يعني ايه فيلم؟ معنى فيلم انك بتطلع شريحه بتطلع شريحه تحط عليها السامبل بتاعتك. دي عبارة عن شريحة وبحط عليها السامبل بتاعتي. ده يا جماعة بنسميه فيلم. يبقى أول حاجة بعد ما خدت يورين عملت فيلم. فيلم يعني حطيت اليورين على شريحة. طيب بعد ما تقول إن إحنا عملنا فيلم، إيه اللي يأكد لك مثلا إن اليورين ده فيه إيكولاي؟ إيه اللي يعرفك إن اليورين فيه إيكولاي؟ إنك يعني أنت لما بصيت على اليورين تحت الميكروسكوب وصبغته بالجرام ستين لقيت الإيكولاي شكلها إيه؟ جرام نيجاتيف بس الله ولا كوكاي؟ يا ترى عندها كبسول؟ الايكولاي ايه؟ كبسوليتد. مطير ولا مطيل؟ مطيل. سبور؟ غير سبور. فهنا دايما في قصاد الفيلم يكتب. عايزاني بني ادم يقول لي يكتب، انت اللي هتكتب. هتكتب المورفولوجي. دايما قصاد الفيلم بتكتب المورفولوجي. يبقى اول حاجه بتاخد العيان سامبل مثلا يورين. والسامبل احنا الفناها من المرض. بعد كده عملت فيلم حطيت السامبل على شريحه ده اسمه فيلم. طبقنا بالجرام ستين وتقول انك شفت المورفولوجي بتاع الايكولاي اللي هو الميكروب المطالب باثبات الدياجنوست بتاعه. دايما يا جماعه عدد البكتيريا في اليورين قليل. عدد البكتيريا في اليورين قليل. فالمنظر بتاع الميكروسكوب مش واضح قوي. منظر الميكروسكوب مبقاش واضح. فيقول لك خد السامبل حطها على طبق. خد السامبل حطها على طبق. يعني هات اليورين ده حطه على طبق. وده يا جماعه بنسميه كلشر. ده بنسميه كلشر.
يبقى كلمة كارشر إن أنا أجيب جزء من سامبل أرميها على الطبق. دايما يا دكتور يقول لي إيه؟ والنبي شخص لي إن الحالة دي إيكولاي. شخص لي إن الحالة ديت إيكولاي. فأنا بجيب الأطباق المناسبة لنمو الإيكولاي، حد فاكرهم؟ أورديناري وماكونكي وإكس إل دي. وأقول إن أنا حطيت شوية يورين على الأطباق ديت. حطيت شوية يورين على هذا الطبق. على الأورديناري والماكونكي والإكس إل دي. السؤال بقى يا ترى لو ده ايكولاي محتاج ايه الريكويرمنت المناسبه عشان ينمو عليه اوكسجين ايه؟ فكارتيتك سودو. الناس مش فاهمه يعني ايه اوكسجين فكارتيتك، يعني ممكن تفتح الطبق او تسيبه مقفول، تعرض الميكروب للاكسجين او تمنع عنه الاكسجين وهو هينمو في حدين. السودو كام؟ والبي اتش؟ 7. والتمبريتشر؟ 37. الميكروب هينمو يا جماعه، هينمو ويطلع لك عفن، عفن. العفن يا جماعه بيبان بالعين لانه عباره عن مليون بكتيريا. البكتيريا بعد يوم تبقى مليون وتطلع عفن، العفن ده لونه ايه بقى؟ بينك. هل ده كافي يا جماعه لاثبات ان ده الايكولاي؟ لا طبعا، ليه بقى؟ لان كل اللاكتوز فيرمنتال لونهم بينك. اخد العفن ده، اخد العفن ده احطه على شريحه وابص بالميكروسكوب اتاكد من المفروش كم مره. اتاكد از بيفور. المنظر هنا اوضح من قبل كده، عارف ليه؟ ده عفن يا ابني، ده مليون بكتيريا. لما تحطهم على شريحه وتشوفهم تاني المنظر يبقى اوضح. بس هو انت هتبقى ذكي هتقول لي الفيلم شو ذا مورفولوجي از بيفور، لسه كاتبه. ما حدش عنده وقت يكتب مرتين. العفن ده ممكن تتاكد ان هو ايكولاي عن طريق بايوكيميكال رياكشن في المعمل. عن طريق بايوكيميكال رياكشن في المعمل. يا ترى ايه البايوكيميكال رياكشن تاكدنا ان ايكولاي؟ وهيقول لي ان هو فيرمنت شوجر، ده كلمه مجلس، ده كلام محترم. بس الاشريشيا كولاي معروفه انها مميزه بحاجتين تانيين في كلمه كافاميا، قالوا ما اي اثنين؟ اخر اثنين. ده كله بيتقال تحت عنوان اسمه كيميكال رياكشن. عايز اثبت لدكتور البطنه ان فعلا دي الاي كولاي اللي هو شاك فيها. وصلت؟ العيال اقول له الف الف مبروك عندك اي كولاي. الاقيه يضربني بالجزمه. بيقول لي وبعدين؟ اخد ايه يعني؟ اي كولاي اعمل بيها ايه؟ يا بيه انت المطالب مش بس تعرف نوع الميكروب. في الاخر بتعمل حاجه للعيان بتقول لك يا ساتر. ان احنا بنجرب كذا انتي بايوتيك على الميكروب ده. بنجرب كذا انتي بايوتيك ونشوف هذا الميكروب مات بايه. احنا مطالبين بالكلام ده في المعمل. بعد ما نتاكد ان ايكولاي تجرب كذا مضاد حيوي وتقول هذا الميكروب مات باي مضاد حيوي العيان. في الاخر يا جماعه ممكن ربنا يرزقك بعيان مثقف قوي. يقول لك طب انا عندي ايكولاي اي نوع. واحد مذاكر زيكم يقول لك انا عندي ايكولاي، مش الايكولاي عندها كذا نوع من الكبسول وكذا نوع من الفلاجيلا، والنبي يقول لي الايكولاي عندي ايه نوع الكبسول بتاعها وايه نوع الفلاجيلا. كانت عمره ما يحصل في الاحلام. فلو حصل ارمي له انتي بودي لكل نوع من الكبسول عشان اعرف نوع الكبسول اللي عنده. فاكرين يا جماعه نوع من الايكولاي اسمه كي 1؟ ده بيعمل ايه؟ مننجايتس. فممكن عينه يقول لي ايه نوع الكبسول اللي عندي؟ ايه نوع الفلاجيلا اللي عندي؟ طبعا ده مش هيحصل في مصر. هو العيال لو جاب يوري يبقى كويس. طيب يعني انت ناخد الحته اللي وراها. في عندك يا جماعه ان بي اكتب عليها مهمه جدا. ان بي مهمه. انت لازم تعرفوا يا جماعه ان الميه عندنا بتتقدم بفلورا. ده نقطه مهمه جدا. اي واحد فيكم لازم يعرف ان الميه عندنا بنقدمها لكم دايما بفكر بلوشا. يعني ايه فكر بلوشا دي؟ احنا يا جماعه بندور على العالم القليله اللي عاملين حفر في الشارع، حفره واحده تلاقي فيها ماسوره مجاري وميه نظيفه حط كهرباء وتليفون وغاز. كل ده في نفس الماسوره. بره الكلام ده ما بيحصلش. شوف افلام اجنبي بيلاقوا عندهم ماسوره مجاري كبيره والناس بتمشي جواها. لا ده هو كلنا عندنا هي حفره صغيره وفيها كل المواسير. فكومن جدا في بلدنا يحصل بين المجاري والميه الاستموسيس، مش كومن، ده كله لازم يحصل. فده يؤدي ان الميه اللي بنشربها فيها فيكال بوليوشن. ايه الميكروبات اللي بنلاقيها في الميه؟ وهيقول يا دكتور عمرو اول حاجه الاشريشيا كولاي، الويلشياي. اكتب على الويلشياي ده الاسم القديم بتاع البيرفري انجليزي. الويلشياي ده عباره عن الاسم القديم بتاع بكتيريا اسمها بيرفري انجليزي. حد فاكر بيرفري انجليزي بتاع ايه؟ طعمه ايه لو جدها الميه؟ ما هي موجوده في التراب. يعني ما جالي اتفتحت التراب دخل عليها عادي. عندنا مع بعض استريب اسمها استريب في كانس. استريب في كانس. دكتور عمرو يعني كولاي ويلشي اي
ده الاسم القديم بتاع بيرفرنجيز وفيكالس. من الاخر كده يا جماعه كلكم بتاكلوا وتشموا فيسز. الميه اللي انتوا بتاخدوها ديت عباره عن كل وشم فيسز. واحد اللي مش فاهم كل كولاي وشم يا ابني والشياط وفيسز فيكالس. يبقى عندنا مع بعض وانت بتاكل شم حلو تاكد ان الميه اللي انت بتشربها فيها فيكال بيوشن. كل وشم فيس براحتك. كل يعني كولاي وشم والسياري وفيسس فيكالس. طيب اخر يا بكتيريا عندنا تبع اللاكتوز فيرمنتر. اخر بكتيريا تبع اللاكتوز فيرمنتر اسمها انتيرو باكتر. والانتيرو باكتر المفروض نقط اللي ان شاء الله مثل تالفه ما نبع حرف كاف. يعني انتيرو باكتر عندها كبسوله ما عندهاش مطيره. مطيره الكشر نقط. يا ترى المكون كلونها ايه؟ هو بس في نقص من انتيرو باكتر كلوباكيا بتطلع توكسين. اي بكتيريا في الكولون ممكن عن طريق التصفح فين؟ في اليوريثرا وتعمل يورينا تركي ايه؟ كل ده ازيفور. ازيفور نيجي لبكتيريا اسمها سيريشيا. سيريشيا مارسينيوس. السيريشيا يا جماعه تبع الانتيرو باكتريسي. ما تفكرش معاك تاخد اي مهمه قوي. السيريشيا تبع الانتيرو باكتريسي وكانت موجوده فوق في الانتيرو باكتريسي بتتضمن مين؟ لكن في جدول اللاكتوز فيرمنتر هي مش موجوده ولا في جدول النون لاكتوز. لغايه النهارده العلماء حايرين هي مع مين؟ محدش عارف. هي للاسف لا ماشيه مع ديت ولا ماشيه مع دي. السيريشيا لا ماشيه مع لاكتوز ولا ماشيه مع النون لاكتوز. وعلى الطعام ليه؟ يعني لما يكون لونها ايه؟ ريد احمر اهلاويه. لا هي بينك ولا هي يلو. انت متخيل مصيبه؟ عندنا الميكروب ده غريب اللي هي اصغر واحده فاكرها؟ السيريشيا يا جماعه السيريشيا دي عباره عن بكتيريا ممكن نلاقيها في الميه وفي التراب. مميزه انها لونها ريد على الاطباق بتطلع صبغه حمراء. حته ان الصبغه تبقى جوه البكتيريا بس ما تطلعش بره يعني اندو بيجمنت دي مهمه قوي يا جماعه. ساعات يقول لك في امتحان هي السيريشيا بتطلع صبغه حمراء اندو ولا اكسو؟ يعني صبغه جواها بس ولا بتطلع للسراوندنج؟ الاجابه اندو. دي بيلعبوا فيها في الانسو. هي يا جماعه السيريشيا موجوده في الكولون فممكن توصل عن طريق شطاف تعمل ايه؟ يورينا تراكتي انفكشن. البكتيريا اسمها سيريشيا دي يا جماعه كومن قوي في المستشفيات. كومن قوي لانها بتقدر تعيش في الفوطه. اللي فوطه دي كل عنبر عندنا زي سموحه بطنه 50 عيان بتلاقي العنبر 25 سرير كل اثنين يا جماعه سرير واحد خلف خلاف كل واحد ما اعرفش والله. لو الدنيا مش الدنيا فاضيه بينام اثنين على السرير، الدنيا مليانه بينام الناس تحت السرير، مش ضاغط يطلع، كل واحد رجله فوق زميله. المهم بيبقى عندهم فوطه واحده ما بتسرقش، بيطلعوا ينشفوا بيها بعد ما يعملوا حمام، فيحطوا فيها سريشيا. ميكروب السريشيا يقدر يعيش على الفوطه فتره طويله قوي، فيدخل العيان الثاني وراه ينشف بالفوطه، فيجي له يا جماعه ايه بقى؟ اول حاجه الميكروب ده بيعمل نوزوكوميا ليه؟ انفكشن. ممكن يعمل سكين انفكشن، في ناس بتنشف بالفوط تيجي لها الميكروب على ايدها ويعمل لها سكين انفكشن. وخلي بالك عيال المستشفيات عندهم نقص مناعه. ده ساعات ياخد الفوطه ويرفعها اصبعينه. ده كونجكتيفال. ده كونجكتيفال انفكشن. حد شايف حاجه؟ احنا بقى نعيد تاني من الاول. احنا قلنا مع بعض امراض الشيشه كلها كانت ايه؟ كولاي. السي سينيس والاو والال والاي. ولو ما شرحتوش يا جماعه الميكانيزم بتاع الساينت بروتين الدرجه ضاعت. وعلى طعام هي زي امراض الاشيشه الكولاي كان ممكن تتلم بحرف كاف. كان فيها حرف كاف بس انتوا مش شايفينه. بس يعني مثلا لو احنا قلنا سريشيا هل انتوا شايفين حرف كاف؟ لا ما فيش. يا بيه كاف دي كبيره قوي ممكن يمشي عليها اخر المنهج. ده كفايه قوي عليك بعد ما تعرف اليوريا تاك انفكشن نص كاف. نص كاف كافي قوي دلوقتي. الكاف ده اكبر مما تتخيله. وصلت؟ يعني في ناس يقول لك هو الكاف ده حاسس النهارده. احنا ممكن نكمل بكاف لغايه ما نخلص المنهج كله. نص كاف كافيه قوي نلم شويه الاعراض الباقيه اللي هي بعد يورينا تراكت انفكشن. فاهم يعني نص كاف؟ حقكم عليا يا جماعه حقكم عليا. مين معاه مذكرات؟
فممكن حد ما يدفع له اللوم اسم سكرات معلش يجي من البيت يقول له مش سكرات بس يا جماعه بصوا معلش بس ما ضيعش وقت لسه اربع صفحات النهارده هو انتوا ليه بتدوروا يا جماعه انتوا بتدوروا على كيف خليها غلط يا جماعه انتوا بتدوروا على كيف خليها غلط يعني هو يا جماعه انتوا متخيلين ان كلمه الشريشه بوداي او سيتر بكتر كان فيها كيف ما كانش فيها كيف وده كاتب عربي انت صرف نفسك دايما ماشي انت عايز تبقى انا عايز يا جماعه في طيب هنتكلم مع بعض عن النظام ده فلوس في المتروية جاي بقى معلش مش عارف ايه النهارده النظام ده فلوس في المنتر معلش النظام ده فلوس في المنتر بكتيريا ما فيهاش حرف جاز سلمونيلا سيجيلا بروتياس ما فيهاش بونكياس نبدا مع بعض النظام لاكتوز في المنتر عندنا مع بعض السلمونيلا الشيجيلا البروتياس هما جرام نيجاتيف بس الله يعني كده عملت عليا تفتكر سالمونيلا وشيجيلا وبروتياس الكبسولة اخباره كتير السالمونيلا مطيل مطيل صح مطيل الشيجيلا ما فيهاش هو صح البروتياس حماية مطيل كلهم سبورين على سبورين الاكسجين السودو والبي اتش بنتعب والله والتمبرتشر والميديا اوردينري ماكونكي اكس ال دي في يا جماعه نقطه هنا مهمه اول نقطه مهمه ان السالمونيلا والشيجيلا عندهم ميديا زياده ميديا سيلكتيف ما ينفعش يطلع حد غيرهم عليه اسمها ايه اسمها صعب شويه السالمونيلا والشيجيلا عندهم ميديا اسمها سالمونيلا انشيجيلا ميديا سالمونيلا انشيجيلا ميديا دي خاصه بس بالسالمونيلا والشيجيلا والله بس ساعات بصيف في الامتحان اي واحد كاتبها على البروتياس السالمونيلا والشيجيلا ميديا دي خاصة بس بالسالمونيلا والشيجيلا. البروتياس بقى يا جماعة ده ميكروب مميز بحاجة لازم نرسمها مع بعض. نرسم مع بعض حاجة صغيرة. ميكروب البروتياس مميز بحاجة مهمة أوي. ميكروب البروتياس يا جماعة لما بتزرعه على طبق بيعمل لك المنظر ده. تلاقي العفن عامل لك المنظر ده. ميكروب البروتياس بيديك منظر عفن عامل دوامات ورا بعض. وده طبق بينزل في امتحان عملي اخر السنه. اخر السنه بنجيب لك طبق كده وتلاقي العفن دوامات ورا بعض دوامات ورا بعض. الميكروب الوحيد اللي بيعمل الدوامات ديت ورا بعض واوريكم مره جايه ده ميكروب البروتياس والدوامات دي اسمها سوارمنج سوارمنج دوامات سوارمنج دوامات ورا بعض. يعني مع زي ما السالمونيلا والشيجيلا مميزه ان لها ميديا اسمها سالمونيلا والشيجيلا ميديا خاصه بيها فالبروتياس مميز ان بيديك عفن طبعا على المكون في لونه اصفر بس مميز بحاجه رهيبه قوي ان العفن بتاعه بيديك منظر دوامات ورا بعض دوامات ورا بعض دوامات اسمها ايه؟ سوارم مش احنا بنزرعه بالطريقه اللي هي بنروح مجرد يا جماعه مجرد انك تجيب طبق يا جماعه طبق وتحط عليه بروتياس في النص ميكروب واحد بعد يوم ينمو يبقى مليون فالمفروض يعمل عفن في منطقته بس لا تلاقي العفن واخد منظر دوامات وده طبق بينزل في امتحان يا جماعه وتشوفوا السكاشن طيب نرجع لموضوعنا تاني هي السالمونيلا يا جماعه والشيجيلا على ما تكون كلونها ايه؟ يلو برافو عليك والبروتياس على ما تكون كلونها ايه؟ يلو السالمونيلا 2000 نوع تخيل 2000 نوع انتوا هيعمل زي السالمونيلا يروح في داهيه السالمونيلا 2000 نوع وكلها على ما تكون كلونها يلو الشيجيلا اربع انواع لازم نحفظ اسمائهم. الشيجيلا اربع انواع لازم نحفظ اسمائهم. في شيجيلا اسمها شيجيلا ديزنتريا. دي طبعا باينه من اسمها بتعمل ايه. شيجيلا ديزنتريا. وفي شيجيلا اسمها شيجيلا فليكسينيري. شيجيلا فليكسينيري. وفي شيجيلا اسمها شيجيلا بويدي وشيجيلا سونياري. فاكرين سونيا؟ سونيا في العدد رقم 40 اتجوزت ادهم صبري. في العدد رقم 80 جابت منه عيل. مستخبى لغايه النهارده. ماشي. يبقى عندنا مع بعض شيجيلا ديزنتريا بويدي فليكسينيري سونياي. في العدد رقم 130 فعلا خطا ذكاء. شيجيلا ديزنتريا بويدي فليكسينيري سونياي. نرجع تاني يا جماعه. تاني يا جماعه عشان ما اضيعش وقت. المورفولوجي يا جماعه بتاع السالمونيلا.
يسموه ده كبسوله ولا كبسوله انت؟ والشيجيلا والبروتياس نون كابسوليتد. مين في الثلاثه يا جماعه نون مطيب؟ الشيجيلا. جاله مره سؤال قال لهم مين في النون لاكتوز فيرمنتال نون مطيب؟ كان جه سؤال جاله لهم اختيارات فبالنسبه لكم الاجابه سهله. الشيجيلا نون مطيب انتوا حاسينها بقلوبكم. الشيجيلا نون مطيب ده كان جت مره سؤال. هي السالمونيلا يا جماعه عارفين نوع على ما يكون لونها ايه؟ بينك يلو. السالمونيلا على المكوك لونها يلو. والشيجيلا اربع انواع على المكوك لونها ايه؟ يلو. هنا في حته مهمه قوي شكرا. كل الشيجيلا على المكوك يلو ما عدا شيجيلا سونيا. سونيا يقول لك سونيا لونها بينك وده طبيعي لازم سونيا تبقى بينك طبعا. بس بتهيألي عليك سونيا الغادره شيجيلا سونيا هي الوحيده اللي على المكوك لونها بينك. كل الشيجيلا يلو ماشي مع القاعده اللي احنا حافظينها. ما عدا واحدة في الشغل يسألك عليها يقول لك يا ابني كل شيجيلا يقول له اه ما عدا سونيا بين. طيب يا جماعة سمينا شيجيلا ده ليه؟ طيب والبروتياس مميز اللي بيبقى اطباق دوامات اسمها ايه؟ سوار سوار. طيب هنكمل مع بعض هنكمل مع بعض ويا ريت نركز. هنتكلم في نقطة يا جماعة اسمها الانتيجينيك ستراكشر. ركزوا معايا في البروتياس بقى اللي هو نقطة مهمة اسمها البروتياس يا جماعه انواع كتير بس عندنا ثلاث انواع من البروتياس. واحد اسمه او اكس كي او اكس 2 او اكس 19 طبعا دوت ايه يعني؟ دوت عباره عن ثلاث انواع من البروتياس انت مطالب انك تحفظ رموزهم ما تفهمش الهزار. عندنا ثلاث انواع من البروتياس نوع اسمه او اكس 2 او اكس 19 او اكس كي. دي انواع البروتياس مالها؟ قال لك في عالم الماني اسمه فايل فيليكس فايل فيليكس اكتشف ان هذه الانواع من البروتياس بتشبه ميكروب خطير جدا اسمه الريكيتسيا ده اخطر تاني بكتيريا بعد الانثراكس. هذه الثلاث انواع من البروتياس شكلها الخارجي عليها حاجات من بره شبه ميكروب تاني اسمه الريكيتسيا. طبعا انا عارف الريكيتس اللي هو التوسع. لا لا حاجه ثانيه يا جماعه الريكيتسيا ده مرض حرب بيولوجيه بكتيريا تستخدم في الحرب البيولوجيه. يبقى احنا عندنا مع بعض ثلاث انواع من البروتياس شبه مين؟ الريكيتسيا من بره. يعني في سيميلاريتي بينهم. البروتياس الاستراكشر الخارجي بتاعه شبه الريكيتسيا. بس كم نوع من البروتياس شبه الريكيتسيا؟ ثلاث انواع بس. اللي حصل في الحرب العالميه الثانيه كانت ماساه. كانت في اماكن كتيره بيستخدموا فيها بكتيريا البيولوجيه زي الريكيتسيا. في ناس كتير جدا في المانيا جالهم ريكيتسيا وماتوا. اصابوا بميكروب الريكيتسيا وماتوا. وهنا السؤال واحد اصاب بهذه البكتيريا ومات عايزين نثبت ان هو كان عنده ريكيتسيا اثبتها ازاي؟ وعلى سهله بتطبع على الريكيتسيا هات انتي بودي ليه صح؟ هات انتي بودي ليه. طريقه ان احنا سنه 45 ندور على الميكروب عن طريق انتي بودي كانت طريقه صعبه. ان يبقى عندنا مصانع تصنع انتي بودي للميكروب عشان ندور عليه ده كانت صعبه سنه 45 ايام الحرب العالميه الثانيه. فاحنا بنعمل العكس واحد مات بالريكيتسيا بندور فيه على ايه؟ على الانتي بودي بتاع الريكيتسيا. العكس يا جماعه فاهمينها؟ واحد مات بالريكيتسيا انت بتدور على الانتي بودي بتاع الريكيتسيا. انت جالك ريكيتسيا ومت يبقى جسمك فيه انتي بودي. طب انا عايز ادور على هذه الانتي بودي. يعني سهله بتدور على الانتي بودي دور عليه بالميكروب حط الميكروب عليه هاته من المعمل عندك وحطه على الانتي بودي فيحصل اجلوتينيشن. معمل ايه؟ لا ان يبقى عندك الكبسه في المعامل محدش هيسيبك هيعتقلك على طول ممنوع ان في معمل يبقى فيه الكبسه. فالوقت يا جماعه انا عايز ادور في الناس ديت على انتي بودي للريكيتسيا. عايز ادور على انتي بودي للريكيتسيا وما عنديش ريكيتسيا عندي واحد شبهها مين؟ بروتياس. كام نوع بروتياس؟ ثلاثه. يبقى انت يا جماعه هنا بتشخص الريكيتسيا بتشخص في الناس ده مرض الريكيتسيا بتدور فيهم على انتي بودي الريكيتسيا وماتوا بتدور فيهم على انتي بودي الريكيتسيا بتدور ازاي؟ عن طريق ميكروب شبه الريكيتسيا اسمه بروتياس. اللي عمل الاختبار ده قال لك ان احنا ممكن ندور على انتي بودي على الريكيتسيا وواحد شبه الريكيتسيا اللي هو بروتياس عالم اسمه فايل فيليكس والسبب ده اسمه فايل فيليكس ريأكشن. في بعض الناس يسال سؤال طب انتوا عامه لما بتربي بروتياس ما جاش ده انتي بودي البروتياس. البروتياس بيعمل يوريا تراكت انفكشن الريكيتسيا نزيف ومؤذي الاعراض باينه في فرق اعراض رهيب. وصل؟ نعيد تاني.
خلاص اللي انا قلته دوت والحرب العالميه الثانيه كلمه صغيره قوي. باير فيليكس اسم علي الالماني، محدش ينطقه ويلي يا ويلي. الدبليو في ده اول نقطه عشان بيحصل مصايف الشفويه. باير فيليكس هو اول واحد خد باله ان في ثلاث انواع من البروتياز شبه الريكيتسيا. ثلاث انواع تحفظها. وبالتالي يقول لك لو انت بتدور على انتي بودي بتاع الريكيتسيا دور عليه ثلاث انواع من البروتياز اسهل لك. فاهم؟ نيجي مع بعض للشجيلة، قلنا الشجيلة كام نوع؟ أربعة. عندنا شجيلة زنتريا، شجيلة فلسنيري، شجيلة بودي، شجيلة سوشيا، شجيلة غادرة. اللي كملونا على مكون كيل؟ البنك. نيجي يا جماعة السالمونيلا، السالمونيلا 2000 نوع، السالمونيلا 2000 نوع. لازم نعلق في السالمونيلا على حاجة مهمة أوي، إيه بقى؟ السالمونيلا يا جماعة أول حاجة لازم نعرف إن عندها اتش أنجل، اتش ده رمز إيه؟ هي مطيط سالمونيلا او مطيط فيها اوضه يبقى اتش. السالمونيلا عندها يا جماعه او انجن، يعني او انجن وده الفحيح. ده السوم اللي جوه اوتر ممبرين اللي هو الاندوتوكسين. هي السالمونيلا طبعا جرام نيجاتيف يبقى عندها او انجن. اخر حاجه يا جماعه ان في سالمونيلا يا جماعه عندها على السطح انجن خطير قوي بيدمر الجسم اسمه في اي. في بعض انواع سالمونيلا، بعض انواع سالمونيلا انت لازم تحفظها عندها على سطحها انجن بيدمر جسمنا، بيدمر زي هنشوف اسمه الفي اي انجن. في اي بالمناسبه يا جماعه اختصار كلمه فيرولانس. فيرولانس يعني انجن شرس. مين النوعين من السالمونيلا اللي عندهم الفي اي؟ قال لك سالمونيلا طايفي وسالمونيلا بارا طايفي سي. سالمونيلا طايفي وسالمونيلا بارا طايفي سي. بص معايا يا باشا، هو السالمونيلا يا جماعه بقى كيميكال رياكشن قد ايه في الكلور؟ مش انا اللي هقول لك عشان مش فاضي. فاكرين الشوكر اللي هو كلمه ماجنس؟ السالمونيلا ممكن تعمل الشوكر دي فرمنتيشن. السالمونيلا بتعمل الشوكر اللي واخده كلمه ماجنس فرمنتيشن. ما عدا الشوكر حد يعرفه؟ اللاكتوز. ما عدا اللاكتوز، لانها قلنا فيسترو فلتر، شوف النصح، واخد باله حرف الكاف. يبقى سالمونيلا الشوكه كلمه ماجنس فلتر جدا، ما عدا اللاكتوز. لو سالمونيلا يا جماعه لو انت حطيتها وحطيت لها اكل فيه سلفر، اي اكل فيه سلفر، بتاخد السلفر تطلعه على شكل H2S. ميكروب السالمونيلا بياخد السلفر وتطلعه على شكل H2S، وده ليه اختبار في المعمل لسه هنشرحه. اختبار في المعمل لسه هنشرحه. امراض السالمونيلا دي معنا هنشرحها دلوقتي. هنشرحها. السالمونيلا ليها ثلاث امراض. اول حاجه ممكن تاخد سندوتش واحد البغل يجي لك فود بويزن. وقال ايه علاقه البغل؟ هنحكي النهارده. تاكل يا جماعه سندوتشين ثلاثه وحته مخلل يجي لك ايه؟ تيفويد. صفيحه سبتسيميا تروح لربنا. وده هنشرحه النهارده. عندنا مع بعض ثلاث امراض للسالمونيلا. السبتسيميا وجود الله. وعندنا مع بعض الفود بويزنينج والقهر البطني وفي التيفويد. واحنا اكبر بلد فيها تيفويد في العالم وفيروس سي. تعالى مع بعض نبدا بامراض السالمونيلا الاول ونرجع للحته دي من جدول بعدين. نبدا بامراض السالمونيلا كما لها سؤال مهم. نبدا مع بعض بامراض السالمونيلا. طب كده خلاص النهارده يا معلم. امراض السالمونيلا كما لها سؤال مهم. احنا عندنا مع بعض السالمونيلا ليها ابواب كتير، تبدا بالميه الصغيره على ايدك اليمين الاول. دايما يا جماعه معلش انا مش شايف ايدي اليمين الاول. عندنا مع بعض مرض الفود بويزنج. الفود بويزنج. احنا عندنا مع بعض نوعين من السالمونيلا بيعملوا فود بويزنج، لازم تاخد الصوره. في سالمونيلا اسمها سالمونيلا طايفي ميوريام. في نوع من السالمونيلا اسمها سالمونيلا طايفي ميوريام، ميوريام مش ميريام. وفي سالمونيلا اسمها سالمونيلا انتراديتس. انتراديتس رايتس يعني. قال لك السالمونيلا دي مش في الانسان اساسا، عايشه في الفئران. يعني سالمونيلا ميوريام، سالمونيلا ميوريام الام ديت تفكرك ان هو عايش في المايس. ميوريام رايتس باين رايتس في الراب. بعض الناس قاعده تسال ايه الفرق بين المايس والراب؟ المايس ده فار صغير زي توم وجيري. الراب ده فار القطار، تلاقيه هو اللي بيجري ورا القطه اساسا.
فاحنا عندنا ما بعرفش الفرق في الحج ما بين الميس والراس الثاني. وقالوا انا علاقتي ايه بالميس والراس؟ اقول لك انا حضرتك. انت قاعد تسمع الحصه وسايبهم في البيت يعملوا غدا. وعندنا مع بعض الفيران شايله ميكروب اسمه رايتس. والميس شايل ميكروب اسمه ميوريان. وقاعد تسمع الحصه وهم في البيت بيعملوا غدا. وتخلص حصتك على الساعه كام؟ 5 بالليل. تروح لهم تلاقي طبعا الاكل مكشوف. طبعا الاكل دوت وهو مكشوف في الهواء ممكن يجي عليه ميس او راد. ميس او راد او مهربش. ويعمل اكسكريتا عليه. يعمل اكسكريتا على طبق الاكل بتاعه. يعني من الاخر ينزلك الميكروب في اكلك. ميس او راد ينزلك الميكروب. ترجع انت البيت تبص على الطبق تقول له ماما حبيبتي حاطه لي بهارات. ده اللي بيحصل. مش عارف ليش غير طعمها حلو. مجرد ان تداول هذا الاورجانيزم ما بعرفش بقى ده حياتكم كلها كده. مجرد انك تتناول هذا الاورجانيزم بيعمل عندك بنتريشن انتستنت اه يا مبدي وتقعد تصور في البيت بعد ما تاكل الاكل فيه 12 ساعه لسه ما لسه 10 دقايق. ماشي يا جماعه؟ مجرد انك تاكل الاكل دلوقتي يحصل لك يا جماعه بدون البيت. هو يا جماعه القصه الاشهر مش ترجع تلاقي طبعا الاكل بتاعك مكشوف عليه ولا سواء بتعمل سكريتا. لا الاشهر من كده هو عباره عن البيت بتاع الفراخ. اماكن الفراخ. اماكن الفراخ دايما فيها فران بتقعد تنزل اكسكريتا هناك. فبيجي الاكسكريتا على البيض على قشر البيض. مكان مثلا زي مارشال او الاماكن المحترمه ديت بيجي له في اليوم 10 بيضه عشان يعمل الكيك بتاعه والحاجات دي كلها. فده اكتر مكان يبقى فيه فود بويزنج. فاهمين القصه بقى؟ دي القصه اللي مش عارف تعرفها. معرفش انت عمرك سمعت على القصه احسن مني خالص؟ نعيد تاني من الاول. حتى في اماكن المواشي اللي هي بتدر اللبن. اماكن المواشي بتدر اللبن، لحظه يا جماعه بس. ممكن الفران او الراد في البتاع اللي انت بتملي فيه اللبن تكون عامله اكسكريتا وانت تكون معبي اللبن فيها عادي جدا. فهننصحكم بايه؟ ننصحكم اولا لو بتشرب لبن اه ننصحكم طبعا بالتسخين. في نقطه بس عايز اقولها لكم اللي هنا. اللبن يا جماعه لازم يتشرب بعد ما يتبسطر. ربنا عارفها احنا بنغليه في البيت. البسطره اخرها حراره 72. اللبن بيفقد قيمته الغذائيه بعد حراره 100 درجه مئويه. بيحصل كل البروتين فيه ديناتوريشن. اقول لما ببني لبن كويس انت كده بتطلع قشطه ما عادش اللبن اي قيمه غذائيه. يعني الاسلوب اللي هو ستاتنا ماشيين عليه ياخدوا اللبن يغلوه ده يشربك ميه ملوش اي قيمه غذائيه. معلش. تاني حاجه يا جماعه بريفنشن كفايه يا جماعه خلاص. يا جماعه هقص مثلا روح قول للمنطقه كده تقول ده حمار. احنا طول حياتنا بنغلي اللبن عشان نعقمه هو بيفقد قيمته الغذائيه كلها. لا انا بقول لك اللبن المتبستر اخره 72 انا لسه قايل. لا مش انتوا مالكم انتوا مش جاهز. في ناس طبعا يقول لك انا بحب اشرب اللبن ساقع عشان ما بوظش قيمته الغذائيه. لا هو بيحب يحس بطعم الجاموسه فيه ده حاجه ثانيه خالص. نرجع بس لموضوعنا عشان اشرب. اخر حاجه في البريفنشن اخر حاجه في البريفنشن افويد كونتامينيشن. ما عندناش وقت خالص ما عندناش وقت وتقريبا مش حاجه النهارده. اخر حاجه في البريفنشن افويد كونتامينيشن. يعني ايه منع كلهم والنبي لغايه لما اجي ورق الجنون على الاكل. اي حاجه بس عشان ما فيش حاجه تيجي تعمل اكسكريتا. ده مرض الفود بويزنج اعتقد فهمتوه كويس. ميوريام في مين يا جماعه؟ سالمونيلا ميوريام موجوده في مين؟ انترالايتس رايتس. نيجي بقى المرض السالمونيلا المشهور في مصر اسمه انتريك فيفر. اكتب عندك اسمه انتريك فيفر او اسمه تيفويد. احنا في مصر يا جماعه معروفين اهرامات فيروس سي تيفويد. هي دي مصر. ثلاث حاجات اهرامات فيروس سي تيفويد. احنا مركز اول في التيفويد في العالم. احنا عندنا وحوش وحوش في امعائها في الجول بلادر عندها مليارات مليارات من ميكروب التيفويد مليارات ومش حسب حاجه. يلا مسكين. ايه؟ ما بعرفش والله. انا عندنا ناس الجول بلادر عندهم مليانه عفن ومفيش اي اساس باي اعراض.
الناس ديت وحوش في مصر، تلاقيهم ما شاء الله كارير مش حاسين باعراض، شغالين في البغل. ممكن نوقف كلام، شغالين في البغل يا جماعه. قالوا وبعدين بينقل المرض ازاي؟ لما ياكل اكله سمينه يحصل للجول بار ايه؟ كونتراكشن. فحبه من العفن حبه من الجول بينزل في الانتستول بتاعه. يدخل حمام ويطلع من غير ما يغسل ايده. مفيش مثلا صابونه جوه الحمام بتاع الجرح. ويبدا يعمل لك السندوتشات، تلاقي سندوتش نص فول ونصه سالمونيلا تيفويد. واكتر حاجه مخلل واقول لك ايه دلوقتي. نيجي على الانتريك فيفر، عندنا مع بعض نوعين من السالمونيلا بيعملوا تيفويد، سالمونيلا طايفي. سالمونيلا طايفي. وده مرضها بيسموه تيفويد، تيفويد. وعندنا مع بعض سالمونيلا بارا طايفي، مرض اسمه بارا تيفويد. السالمونيلا بارا طايفي ثلاث انواع، A وB وسي. السالمونيلا بارا طايفي ثلاث انواع، A وبي وسي. بالمناسبه يا جماعه مصر ما فيهاش الا طايفي وبارا طايفي A وB بس، مش في مصر. ودي مهمه قوي عندنا، مهمه جدا، هنبدا عليها حالا شويه. يعني مصر الحمد لله اللي يقول لك فيها كل حاجه يقول له انت كداب. مصر بس فيها طايفي وبارا طايفي A وبي، سي مش عندنا. دي بتيجي سؤال. تاني بقى. بنقول مع بعض ان السالمونيلا بتعمل تيفويد اسمها سالمونيلا طايفي، بارا طايفي A، بارا طايفي بي، سي في مصر؟ لا. الترامب هو ازاي الاكل هيجي لي ملوثه؟ ازاي قاعد عاديه؟ ام اي اللي عندك معناها المود اوف انفكشن. مود اوف انفكشن. انت ممكن تطلب اكل في البحر فيجيب لك سندوتشات نصها فول نصها سالمونيلا. طعم ضيف امتى؟ طب الوتر ازاي؟ تطلب كوبايه ميه يجيب لك الكوبايه وصابعين من ايده في قلب الكوبايه. ده اسمه ووتر كونتامينيشن. واللي بيعديك في البغل واحد من اثنين، يا واحد فعلا تعبان وعشان لقمه العيش صعبه وحاسس بالمرض وبطنه بتوجعه وشغال بايد واحده ويعبي لك، يا اما واحد كارير عنده مليارات ومش اي اعراض وشغال بايد الاثنين وبيعبي لك برضه. تعالى نشوف مع بعض ايه الفرق بين الكيس والكارير. كله ركز معايا في حته كبيره. نرسم مع بعض رسمه. نرسم مع بعض رسمه يا ريت. نرسم مع بعض رسمه. طب قبل ما نرسم الرسم مع بعض الاول، انا عندي سؤال ليكم. هو يا جماعه انتوا تخافوا من مين اكتر في البغل؟ شخص مصاب شغال بايد واحده ولا شخص كارير؟ مين اخطر فيهم؟ الكارير اخطر. بعض الناس عايز يقول لك الكارير اخطر ليه؟ دي مهمه قوي. ليه الكارير اخطر؟ اولا الدكتور مش مصدقني ان في ناس في البغل مصابه بتيفويد وكارير، هو مش مصدقني. يقول لك انا هعزم المجموعه كلها بعد الحصه عند البغل ومحدش هيحصل له حاجه. اول حاجه عايز اقولها لك بس ان الكارير ابسنت مانيفستيشن. لازم تفهموا يا جماعه ان الكارير عنده مليارات او كل حاجه، مفيش اي احساس بالاعراض. يعني انت مسلم عليه وتلاقيه بيضحك لك، يديك الميكروف في ايدك وتلاقيه بيضحك لك. الكارير ابسنت مانيفستيشن. ما في مصيبه ان ساعات ناخد ستول من الكارير، ساعات ناخد ستول والميكروب نوت ديتكتد. اخد ستول ما لاقيش ميكروب، حد عارف ليه؟ ما حصلش جول برادر كونتراكشن. جايز وهو جاي يعمل ستول ما كانش اكله سمينه وما حصلش جول برادر كونتراكشن. فانا ممكن اخد منه ستول ما لاقيش ميكروب، انت متخيل المنظر؟ الدكتور يقول لك انا معايا فلوس كتير وهعالجهم. الكارير يا جماعه ديفيكالت ان تريتمنت، ليه ان شاء الله؟ عنده يا جماعه مليارات. يعني الانتي بايوتيك لو وصل الجول برادر هو اللي هيتاكل. مليارات عايشه في الجول برادر عفن. ما ينفعش خالص انه يتعالج، انت لو شفت المنظر الانتي بايوتيك هناك هو اللي بيشكل فعلا. يعني الجول برادر ديت مليانه مليارات. انت متخيل المنظر؟ مفيش انتي بايوتيك باي تركيز يعرف يقتل المليارات ديت. طب سؤال صغير، هو عين الميكروب لازم في الجول برادر؟ لا، هو يا جماعه مش شرط بيعين الميكروب في الجول برادر. في بعض الكارير بتعين الميكروب في الجول برادر او في الكليه. هيعينه في الكليه ازاي؟ لسه هنقول. يعني ايزر عين الميكروب في الجول برادر او في الكليه. يقول لك طب بلاش خلاص اعزمه عند الدكتور، اعزمه عند الموافق. هو الدكتور مش فاهم ان الراجل ده شغال نبطشيه الصبح عند الدكتور. نبطشيه بالليل عند الموافق. هو بينقل الميكروب من مكان لمكان، يعني زي ما البغل بيقدم حاجه ممتازه موافق مش اقل منه. الراجل ده بيعمل جنرال ترانسميشن للميكروب، بينقل الميكروب من مكان لمكان فعلا. طبعا ما بيشتكيش من حاجه خالص، ده بيشتكي طبعا، ده الكارير ده الانسان بيتعذب. ان ايه دايما بيدق لنا على باب الاسم والنبي يا جماعه حد يلحق لي، مالك يا ابني؟ لكن الناس كلها تعبانه خايف حد يعديني. دايما عنده المأساة دي.
بلك كله تعبان وخايف حد يعديني، وش بقى ولا 60 70 كلب هيعدوني. الغريبه يا بقى حتى لو احنا عالجنا الناس يفضل الكارير هو ريزرفوار اوف ميكروب. يعني ريزرفوار هو المخزن اللي عايز يكون محدش حاسس بيه. ايوم ما دينجر الجزء الكارير دينجر ليه؟ دينجر يا جماعه باينه قدامكم، دينجر باينه قدامكم وكفايه قوي دلوقتي. يبقى احنا عندنا مع بعض الكارير دينجر، لان هو دينجر فعلا. ديفكت ان تريتمنت ابسنت بريزنتيشن نوت ديتكتد جنرال ترانسميشن ايزر جول بدر او كدني والار از الوار. يبقى فعلا الكارير يا جماعه ديفكت ان تريتمنت هو دينجر فعلا. طيب نرسم مع بعض رسمة الكيس. الرسمة دي تهمكم قوي بقى. الرسمة يا جماعة بتاع الكيس دي تهمنا قوي. نرسمها مع بعض. طيب مش هينفع خالص ان انا هقول له عايز هنسيبك يا صفحة ونص. الكيس يا جماعة ده عبارة عن بني ادم اهوت، وده الانتستن بتاعته، ده الانتستن. ده الانتستن. انا هزود كلام على المذكرة عندك وهيعملوه في الرسمة. الكلام ده انا محتاجه المرة الجاية. مش هينفع تفهم الدياجنوست على التيفويد ازاي في مصر بيشتغلوا بيه من غير ما تفهم الرسم ده. في رسم مهمه في حياتنا. اول نقطه عايز اقولها لكم ان كلنا مصابين بتيفويد عشان ناخد من الفصل الاول. بس القضيه احنا مختلفين عن بعض، في واحد عنده سلمونيلا قليل وفي واحد عنده سلمونيلا كتير. احنا كلنا مصابين بسلمونيلا. وصل حتى الدكتور اللي هو مش مصري، من شرب ميتنا واكل في بلدنا يبقى عنده سلمونيلا. ميكروب السلمونيلا هو بينزل في الانتستين، ركز معايا. ميكروب السلمونيلا بينزل في الانتستين. لا الكارير احنا مش كارير، الكارير تعريف عنده مليارات، احنا حيالله كم مليون. مليارات ايه؟ مش احنا خالص. احنا الحمد لله سودان، احنا كيس احنا كارير. ما ينفعش تقول على بلد كامله انها كارير، ما ينفعش عادي. نرجع لموضوعنا. بس بقى. نرجع نفس الناس اللي هتركز معاها عشان ذات حاجات دي عباره عن سلمونيلا ايه في الانتستين. السلمونيلا يا جماعه بيقول لك عندها القدره انها تعمل بنتريشن للانتستين عن طريق حرف الفلاجيلا اللي يكون بيعرف يدفع نفسه ويعمل بنتريشن للانتستين. فالميكروب بيروح يا جماعه الميزنتريك لينفي نود ويبدا يتكاثر فيها. الميكروب بيتكاثر في الميزنتريك لينفي نود. يبقى هذا الميكروب بيعمل بنتريشن لمين؟ للانتستين. يتكاثر فين؟ في الميزنتريك لينف نود. هذا الميكروب بيعمل بنتريشن انتستين، تكاثر في الميزنتريك لينف نود. كل مره قلت فيها اه يا بطني بعد البغل، ده كان ميكروب بيعدي من انتستين. وبالمناسبه يا جماعه مكان عبور الميكروب بيحصل ألسر. ده خط البغل. الميكروب بقى بعد شويه في اول اسبوع الميكروب عن طريق ميزنتريك لينف نود بيوصل للبلاط. الميكروب بيوصل للبلاط ويعمل لك بكتيريميا، ويعمل بكتيريميا. في الاسبوع الاول في الاعراض بيحصل بكتيريميا. حد يا جماعه فاهم يعني ايه بكتيريميا؟ لا فاهم يعني الميكروب وصل للدم. ايوه بس لو حد عنده بكتيريميا يشيل من فيبر. من فيبر. يعني العيان في الاسبوع الاول يقول اه يا بطني ويسخن. ده عباره عن التلف فيفر. لكل الناس اللي جم من بره وكان لسه فافي وكانوا عند البغل وتعبوا اول مره ده كان تيفويد. بعد كده بقيتوا الحمد لله كويسين. يبقى عندنا مع بعض الميكروب راح الميزنتريك لينف نود. وبعد كده عن طريق البلاط وصل للبلاط، عن طريق الليمفيك وصل للبلاط. وعمل بكتيريميا، ده الاسبوع الاول، يحصل بكتيريميا وسخونيه. هل الجسم هيسخن تفتكر؟ في الاسبوع الثاني الجسم مش هيشتت، هيطلع ايه؟ انتي بودي. في الاسبوع الثاني الجسم مش هيشتت، هيطلع انتي بودي. يبقى في الاسبوع الثاني طلع انتي بودي، ما ركزوا معايا. في الاسبوع الثاني طلع انتي بودي. طب انت لو مكان الميكروب وطلع لك انتي بودي تعمل ايه؟ اهرب. فالميكروب يقول لك لا يا عم انا ارجع تاني للتستن. طيب ارجع ازاي؟ اللي فيكم هيتخصص هيعرف. الميكروب عنده الطريقه ان هو يرجع تاني انتستين، يقول لك لا يا عم مجاري ارحم، انا انزل في مجاري ولا ان انت تقول يمسكني. يعني يهرب عن طريق الاسطول. يبقى يا جماعه انا عايزك تحفظ معايا في الاسبوع الثاني كلمتين، طلع انت بودي وهرب عن طريق الاسطول، رجع تاني مارشالين
رجع للانتستن وهرب عن طريق الاسطول. طب في الاسبوع الثالث بقى، في الاسبوع الثالث يا جماعه بعد الاصابه يستمر مسلسل هروب كبير. يستمر مسلسل هروب كبير، الميكروب يهرب عن طريق الكليه، يهرب عن طريق الكليه ويهرب عن طريق اليورين. يبقى في الاسبوع الثالث يستمر مسلسل الهروب الكبير، بيهرب عن طريق الكليه. وبعدين الطعام، طب الميكروب جمال اهو، خوفنا منه ليه؟ لان كل مره دخلك الميكروب عمل لك هلسه في الانتستين. تخيل الانتستين عندك قد ايه؟ شوارع. الاسبوع الاول علامته ايه؟ فيفر. الاسبوع الاول فيفر بالتاني، الاسبوع الثاني طلع انتي بودي ويهرب عن طريق استول. الاسبوع الثالث يستمر مسلسل الهروب عن طريق ايه؟ عن طريق اليورين. برافو عليك. طعام وكان ليه فتنه دي بعد؟ ايه اللي صح؟ الكلام ده كله بتطلع عندك لفه مشكله في الكتاب، ايه اللي صح؟ الدياجنوس بقى اتبنى على الحته دي. الرسمه ديت هي على اساسها ريتنج دياجنوسز، ودي اخر حاجه اقولها واقف عليها. انتبهتوا؟ فصحيح انا طبعا نسيت دياجنوسز المره الجايه عشان في حته نص ساعه ستايل عايز ارجع اكملها. اللي هي بتاعت البروتس والشجره. بس يا جماعه لحظه بس ركزوا معايا. هو تفتكر يا جماعه الاسبوع الاول يبقى السم بتاعتي ايه؟ بلاط. يعني ضاع الميكروب في الدم. الاسبوع الثاني هدور على ايه؟ دول. الاسبوع الثالث لو انا عايز ادور على انتي بودي للميكروب هبدا من اي اسبوع؟ الثاني. الرسمه ديت لو ما اتلزمتش هي اساس الدياجنوست، يعني نشوفها المره الجايه. معلش بقى كان في حته سبناها عشان ما نبقاش سايبين حاجه ورانا. كان سايبين مع بعض حته صغيره في السالمونيلا والشجيره بروتيس اللي هي الديزيز والكيميكال رياكشن. صفحه كام؟ 34. هو يا جماعه بفكركم تاني يا جماعه معلش. احنا اتكلمنا مع بعض عن السالمونيلا. اتكلمنا مع بعض عن السالمونيلا. هي ميكروب مطير. كابسوليتد. نون كابسوليتد. بتعمل مرض الفود بويزنج. سالمونيلا ميوريا في مين؟ والبارادايتس في مين؟ وعلاقتهم بيك ان هم يجوا على طبق الاكل يعملوا ايه؟ اكسكريتا. اشهر مرض في مصر التيفويد. اللي هو اسمه انتريك فيفر. شرحناه مع بعض، بس الغريب يا جماعه المرض في حاجتين، في كيز وفي كارير. واحد بيتعب وواحد وحش. عين مليارات في الجول برادر. المره الجايه هنشوف ازاي نشخص الكيز وازاي نشخص مين؟ الكارير. كل واحد ليه تشخيص. خلي بالك ان الكارير ديفيكولت ان دايجنوسيس. مش شرط يحصل جول برادر ايه؟ كونتراكشن. اللي هيجي فيكم اللي اسمه عن نطع ميت ولا ايه؟ نجيب سرنجه وندخل في الجول برادر. بنسحب منها بايت. المره الجايه هقول لكم بالتفصيل. المهم يا جماعه ندخل الحته اللي حسبناها بس. احنا اتكلمنا يا جماعه عندك جدول السالمونيلا والشيجيلا والبروتياس، اتكلمنا خلاص على السالمونيلا. اتكلمنا على البايوكيميكال رياكشن بتاع السالمونيلا، واتكلمنا على الديزيز بتاع السالمونيلا. عندنا مع بعض الشيجيلا عايزين نتكلم على البايوكيميكال رياكشن بتاعتها وامراضها. مرض يا جماعه الشيجيلا مشهور قوي اسمه باسيلا ليديزنتي. بتعمل ان شاء الله. الشيجيلا اشهر باسيلاي في الدنيا بتعمل ديزنتي. هنا سؤال في امتحان، قول لي على واحدة بتعمل ديزينتا زيها. بيزل. انتيرو بيزل ايبولاي. ده سؤال في امتحان. قول لي على نوع من البكتيريا بيعمل ديزينتا زيها. انتيرو بيزل ايبولاي. الشيجيلا يا جماعة عندنا مع بعض ليها جدول. بصوا معايا بقى. عندنا مع بعض شيجيلا ديزينتيريا، شيجيلا بويدي ومعاه فليكسينيري، شيجيلا سونيوري. معلش هفوز معاك في الذهن خالص. كلها دي وخلاص. المعمل ازاي نقدر نفرق الشيجيلا من بعض؟ في المعمل ازاي اقدر افرق الشيجيلا من بعض؟ دايما عندها شيجيلا ديزنتريا بويدي سونيوري. انا جاي افكر كلمه دبس، فاهم يعني دبس؟ دبس يعني دي ديزنتريا والدي بويدي والاس سونيوري، شايفينها بقى؟ دبس دي بي اس. عندنا مع بعض ثلاثة شجر جلوكوز مانايت لاكتوز، ثلاثة شجر عندنا. اللي يفرق هذه البكتيريا عن بعض في المعمل ثلاثة شجر جلوكوز مانايت ولاكتوز. ممكن يا جماعة كلمة ايه؟ جمل. انتوا تقولوا جمل انا اقول جمل عادي. المهم جلوكوز مانايت لاكتوز. بيقول لي يا جماعة شيجيلا ديزنتريا فيرمنت الجلوكوز بس. ونطلع اسيد، ايه يعني اسيد؟ ايه يعني اسيد؟ شيجيلا بويدي فيرمنتو الجلوكوز والمانايت.
تجيلنا سونيا سونياي او سونيا فيرمنتو جلوكوز ومامايد ولاكتوز فاهمين ماشيين ازاي؟ اللي هيحفظ الجدول من الكتاب هيلاقي ديت في الاول ودي في النص، هيلاقي ان الزاد والناقص ملهمش علاقه ببعض. كده سهله قوي يعني. انا عن نفسي بفكر كده بدبس دي اول حرف اول حاجه. في ثاني حرف دي اتنين ورا بعض. اسم الحرف ده ورا بعض. في واحده خايله قدامنا دي. خايله انها فرمنت اللاكتوز. وهي في مجموعه اسمها ايه؟ اللاكتوز فرمنت. دي الخيانه يعني. يعني لو حطيناها في مجموعه اسمها اللاكتوز وفرمنت اللاكتوز. طبعا يعني كلمه ايه اللي عندنا ديت؟ يعني اسد. تاني ركز معايا. الشجال يا جماعه كلمه دبس. ديزنتيريا بويدي سونيون. الشجر الفراغ مع بعض كلمه جمل او جمل. ديزنتيريا اول حرف كلمه دبس في المشهد واحد. البويدي اتنين ورا بعض تاني حرف. الاس تالت حرف ده ورا بعض. طبعا اخر خانه في الجدول اسمها الاندول. لا الاندول ده كلام فاضي ربنا يهديهم في الكتاب. الاندول فاريبل. عارف يعني ايه فاريبل؟ يعني ممكن يكون بيدي اندول بوستيف او نيجاتيف. ده اختبار هنشرحه بعدين. الاندول عندك مكتوب ان لا يستخدم في التفرقه بين هذه البكتيريا. لو عايز تفرق هذه البكتيريا من بعض بدل شجره في كلمه كمل جي وام وان دي يعني فاريبل ودي يعني ايه؟ اسف. اخر حاجه نقولها مع بعض البروتيوس. ميكروب البروتيوس يا جماعه ميكروب حلو قوي. بصوا معايا. اول حاجه الميكروب ده مشهور انه بيعمل بروتيوليسيس. عارف يعني بروتيوليسيس؟ ميكروب البروتياس بيعمل بروتيوليسيس يعني يدوب بروتين. ميكروبنا ده بيطلع انزيم اسمه يوريز بيعمل ايه هنعرف المره الجايه يوريز. ميكروبنا ده بيطلع سلفر. انتوا فاهمين كلمه بروتيوليسيس يا جماعه؟ بروت بروتيوليسيس يو يوريز اس يطلع سلفر. وزي ما احنا متفقين البايوكيميكال اكشن بتحفظ تفهم في العمل. يبقى ميكروبنا ده اول حاجه بيعمل بروتيوليسيس اللي هو يوريز اللي لسه عباره عن سلفر ريدكشن. الميكروب ده يا جماعه مشهور انه بيجي يعمل سيستايتس. حد فاهم يعني ايه سيستايتس؟ سيستايتس انفلاميشن في اليور بلادر. وممكن يعمل بايلونيفرايتس في الكليه. سيستايتس يور بلادر. بايلونيفرايتس يعني ممكن يعمل التهاب في الكليه وممكن يعمل اوتيتس ميديا. بيعمل الامراض دي ازاي؟ ده انا هشرحه المره الجايه. لسه هشرحه المره الجايه.